تمام، شكرا. تمام، يبقى انا احنا اتفقنا في السيشن الاولاني ان انا لو جالي اكتر من فوتتشين، اكتر من فوتتشين مرتبطين ببعض انتر كونكت، ساعتها هسميها فوت ويب، هسميها شبكة غذائية. شبكة غذائية. It is model that show several interconnected، يبقى هي موديل برضو، نموذج شو بيوضح several، كثير من الانتركونكتد فوت تشين، السلاسل الغذائية المتوصلة ببعض among living organisms. يبقى انا ممكن يجي لي في الرايت ساينتفك تيرم يقول لي it is a model show. طب ما في اتنين عندي موديل شو، تعريف بيبداوا بموديل شو، عندي الفوت تشين والفوت ويب، افرق ما بينهم ازاي؟ واحده هتبقى هاو انرجي فلو فروم وان اورجانيزم تو انذر، والتانيه هتبقى سيفيرال فوت تشينز. يبقى اللي هلاقي فيها فوت تشينز كتير هتبقى دي اسمها فوت ويب، اما اللي ما فيهاش فوت تشين بقى وهتبقى بتبين لي الانرجي وهي ماشيه من كائن لكائن، هتبقى دي هي دي الفوت تشين. تمام، يلا بينا، يلا يا ريم، وات از فوت تشين؟ ريم فود تشين، فود تشين ولا فود ويب؟ لا احنا فوت ويب، سوري، وات از فوت ويب؟ اوكي، فود ويب. It is a model that shows several interconnected food chains among living organisms. اكسلان، You're welcome. يلا يا الاء، وات از فوت ويب؟ ما حضرتك يا ميس، A model that shows several interconnected food chains among living organisms. اكسلان، يلا يا يحيى، يحيى، وات از فوت ويب؟ It's a model that shows It is model that shows several and connected food chain among living اكسلنت organisms. اكسلنت، وات از فوت ويب يا معاذ؟ Food web. It is a model that shows interconnected interconnected food chain among living organisms. تمام، يلا يا معاذ التاني، what is the food chain؟ It is a model that shows several several يعني العديد من الفود تشينز اللي هي interconnected متوصلة ببعض. ها food chain among living organisms. excellent، يلا يا إياد، إياد، أنا قفلت عليك، معلش، إياد، لا ده أنت مش إياد، يلا يا إياد، ايه ميس؟ ها، what is foot chain, a foot whip؟ فود ويب. It is a model that shows several interconnected food chain among living organisms. ميس قولي اكسلنت، مفتوحة، ميس المايك. خلاص ما احنا خلصنا، احنا قربنا نخلص، انا جيت افتح لك قفلت يعني اتلخبطت، خلاص يبقى دي الفوت ايه، الفوت ويب اللي هي اللي قدامنا دي، كذا سيفرال فوت تشينز امونج ليفينج اورجانيزم. احنا هنكتفي بالقدر ده النهارده، ده كده احنا خلصنا كونسيبت 2، احنا كده خلصنا 1 و 2، احنا كده بدجري، فاحنا هنعمل ايه الحصه الجايه؟ هيبقى ريفيجن على كونسبت 1 و 2، هنحل الموديل اكزام اللي موجود بتاع 1 و 2. تمام، اشوفكم ان شاء الله الحصه الجايه، في 3 مودلز اكزام هنحلهم مع بعض، دول بيعتبروا ريفيجن على كونسبت 1 وكونسبت 2. ميز دي اشوفكم، تو يا ميز مصري، نعم، ما هو هم كونسبت 1 تو و 2،
ايوه، ما هو كونسبت 1 و 2 في 3 موديل اكزام، في 3 امتحانات هنحلهم. تمام، ماشي مستر. هنزل لكم الشيت ده برضو اللي عايز يحل ايه قبل الحصه ان شاء الله. اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. يلا سلام عليكم. إيه شيماء، ابعتي لي التسجيل.